السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الفطر المبارك، إحنا النهاردة 30 رمضان إن شاء الله، معنا فيديو جديد أرسله لنا الأخ حسين من الكويت. أنا بقدم لكم الفيديو، بس هنقول إحنا اتعلمنا إيه من الفيديوهات اللي بتيجي من الكويت ومن تونس، اللي كان الأخ التونسي اللي أرسل فيديو برضو للأستاذ أحمد أبو هاجر. إحنا عرفنا إن إحنا ما نتمسكش بالحمامة البيضة وخلاص، اللي هي اللحم أبيض وبس، لا اللحم أي ألوان. الشركة الفرنسية ما وقفتش عند لون واحد، الشركة الفرنسية كل همها إنها تطلع حجم كبير من الحمام، حجم كبير وغزير الانتاج في نفس الوقت. لكن انك تتمسك الحمامة انها تكون لونها ابيض، مفيش في رجلها ريش، الجفن معرفش لونه ايه، والمواصفات اللي هي الشكلية دي، لا هم مش بيتمسكهم بالمواصفات الشكلية على قد ما هم بيتمسكهم بالحجم. واكتشفنا كمان ان في الوان كتير من الحمام اللحم غير الابيض، فيه السلفر، فيه الاحمر، فيه اللي فيه بني على ابيض، دي الالوان اللي شفناها لحد الان. وما زالت الشركة الفرنسية بتطور في الحمام اللحم بانها تدي اعلى حجم، اكبر حجم واعلى انتاجية في الانتاج، يعني ان هو يلحم العش بالعش زي ما احنا بنقول. لكن اعتقد ان هي الشركة سمت الحمام اللحم ان هو لحم علشان هو حمام لحم، او احنا سميناه لحم في الاساس علشان هو حمام لحم، فيه لحم كتير. اما حتة لحم ان هو بيلحم العش في العش، دي ميزة يعني، لكن ما افتكرش انها لها علاقة بالتسمية يعني. طيب قبل ما هسيب لك الفيديو بصوت الاخ حسين، عايزك تعمل لايك كبير جدا للفيديو، واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان تشوف باقي الفيديوهات اللي مع الاخ حسين ومع الاستاذ احمد بركات، اللي هو كان جايب حمامتين من الكويت وجايبهم هو بيشتغل هناك بالختم الشركة الفرنسية. هم مش حمامتين حمامتين يعني، هم اكتر من جوزين ثلاثة اربعة، لكن هو جايبهم لنفسه ومش جايبهم يبيع منهم ولا حاجة. فطبعا احنا سمعنا كلام كتير ان انتم ناس نصابين، وان انتم احنا ما قلناش ان الحمام للبيع يا جماعة، وحتى مهما يكون اللي عايزهم يدفع فيهم هو مش هيبيع الحمام، احنا ما عرضناهمش للبيع اساسا. ورغم ذلك سمعنا كلام كتير ما كانش فيه داعي ان الكلام ده يتقال في التعليقات يعني. هسيبكم على طول مع الفيديو بصوت اخينا حسين من الكويت. لكن قبل ما نشوف اخينا حسين من الكويت، هنشوف مقطع الأستاذ أحمد بركات، الحمام اللي هو جايبه بختم الشركة من الكويت. الحمام موجود في دمياط في جمهورية مصر العربية. الناس اللي هي شككت وقالت إن الحمام ده مش موجود في مصر، لا الحمام موجود بس بعدد قليل جدا، الأستاذ أحمد بركات جايبهم علشان يفرخ منهم وبعد كده يبيع من إنتاجهم، لكن هو مش هيبيع الحمامة الأصلية اللي هي بختم الشركة اللي في الجناح. بنأكد تاني عشان محدش يقول ان الحمام غالي وان انتوا نصابين، لا احنا مش ما عرضناش الحمام للبيع، احنا قلنا ان هو جايبه يفرخ منه بس، علشان التعليقات اللي ملهاش لازمه مفيش داعي للتعليقات دي. هنشوف دلوقتي جزء من الفيديو بصوت الاستاذ احمد بركات من حمامه اللي هو جايبه من الكويت. مازال معانا الاستاذ احمد من داخل مزرعه الحمام اللحم يورو بيجون. لو دخلت على الموقع بتاعهم هتلاقيهم بيكتبوا يورو بيجون. الحمام ليس للبيع. أوريك الفرق بين التراكيب واللوحة الأصلي. شوف ده ولد كلهم أكبر من ده. شوف الحجم ده، عمره شهرين. وينه هذا؟ لحم أصلي وده عمره ممكن شهر. شوف الحجم، شوف
شوفوا لك الحجم. هذا يمكن كبرى بس شوف الفرق. هذا عمره شهرين. شوف الفرق. ايه رايك؟ هذول يمكن بعض الاهل. هذا لحم اصلي. شوف الحجم يعني هو زين بس مو نفس الوقت. مش بتاعهم بس كان في زغاليل وماتت. حطينا هذا بداله يعني نفس العمر. يعني شوفوا يلحم على طول. بس هو قط بيضه اظن وحده بس. لحم فرنسي متطورين يعني مدخلين عليه دم. شوف الحجم. احنا هني بالكويت طورناه يعني خلناه دخلنا عليه دم ما ادري بس واحد من ربع من هو اللي مركبهم يعني تعبان عليهم عشان الزغاليل تطلع نفس الحجم ده. شوف الحجم هذا الفرنسي الاصلي. عليه ختم